السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ هانين، صباح الخير عليكم. كيف ما كتشوفوا حنا كنطلعوا في الخويلات، حنا ان شاء الله شادين طريق للسطات، كنفيقوا مع ديك الجوج ثلاثه اربعه على حساب الخويلات اللي عندنا. الا كانوا عندنا خيل ديال السناح واخا حتى تعطلنا هانيه، كانوا عندنا الخيل ديال جر العربات او التراكسيون، وكنجيو بكري حيت السوق ديالهم كيعمر بكري. كيف ما كتشوفوا هاهي الشيوه تبارك الله مسحاتش من السبعه ديال العشيه، وكنشكروا الله على هاد الخيرات اللي عطانا. نحمد ربي ونشكروه، وكنشكركم حتى نتوما الخوت على الدعم اللي كدعموا القناه ديالي، اللي هي في الصراحه ماشي ديالي بوحدي، ديال الجميع. حنا غير كنسهروا على باش نقربوا لكم جميع اجواء اللي كتعلق بالخيول. وان شاء الله بالنسبه للفلوق ديال العوده اللي كلشي كيتسناه، اللي التصميره ديالها غادي يكون ان شاء الله نهار 2 مع 12، انتظروا راه فلوق ما شاء الله، حيت قطعنا له داكشي اللي زايد وداكشي زوين زوين، غادي يعجبكم بزاف. ما عليكم غير ملي تلاح الفلوق كلشي بارطاجي الخوت. ودابا غنخليكم مع الفلوق ديال سطات، بما وصلنا ان شاء الله لسطات، ونوريكم الاجواء كيفاش كدوز، والله يسخر الجميع. ايوا نتوما كتشوفوا تبارك الله السوق كيفاش داير. حنا وصلنا الحمد لله، شوفوا تبارك الله الغيوسات الحمد لله على هذا الخير. هذا السوق خاوي، حاجه باينه غيكون خاوي حشة. نقولوا اليوم ان شاء الله غيكون شي فلوق، وهذاك فلوق زين. ايوا نسالوكم الدعاء. نتوما كتشوف شوف تبارك الله، شوف هنا فرحبه ديال الخيل ديال الجران. كيف قلت لكم كتبدا قبل من الخيل ديال السناح. الخيل ديال السناح باقي ما كاين حتى شي عاود. خويا اشرف الله يحفظك، صاحبي الله يحفظك. كيف قلت لكم الخيل ديال السناح هو ما كاين حتى شي عاود، هي شوفوا، ولكن الخيل ديال الجران هما الناس مدخلين كيبيعوا يشريوا بكري. خويا الزين الله يحفظك، الله يسهل عليك، صباحك مبروك. ايوا هادشي علاش كنقول لكم رحبة جران كتبدا بكري. هانتوما راه رحبة السناح ما فيها حتى شي عاود، وهادو بداو. الله يسهل على الجميع، وصباحكم مبروك لجميع المسلمين كفى اجمعين في العالم كامل، والله يسخر الجميع بما طلع النهار وبانوا الخويلات، وغادي نرجعوا معاكم. هاهو هو السوق، الله يسخر الجميع. السوق كيكون خاوي مع الشام. وين مصطفى؟ يا الله يدير الخير. هلا دايرين ادريس. ايوا احنا مع الحباب والصحاب. تحية خويا شرويط الله يبان كذب عليك، ما كتشي هو الوالي. شوف شوف راه كيجدع الدم والبرقيره بكارتو، حتى باغي يجدع الدم اخويا. ايوا انت عجبك في الركوب صافي. ارباعي ارباعي يا عشر، والله ما كذب عليك. الله يحفظك، تمن منك لصاحبك اخويا. وهي هذه الاجواء ملي كيكون السوق فيه الشا، شوفوا تبارك الله. تحيه اخويا منتصر الله يحفظك. شو الشا تبارك الله جديره الغيس، وانا كلشي ربح امين. ورحبة الغنم تا هي راه خاوي راه كيف الشوف. المهم تيطلع شويه النهار باش ندير لكم فيديو الاثمنه ديال الخيول. خليكم دابا الخوت. كل شيء على الله. ايوا جيبوا واحد الدوره، الله يجيب الشاور. انا خوت الشيوا غادي خارج اخويا زوير، خرجوا معاك اخويا زوير كيبان لي. شوفوا الخيرات، خيرات الله تبارك الله.
تبارك الله، راه شتا خيط من السما. شوفوا المعاناة اللي كنعانيو على قبلكم. سي طرمون تحياتي الناس من حمد، الله يحفظك اخويا، بلاد خوالي تحية لمزاف في العالم كامل. الله يحفظك اخويا اشرف. الله يحفظك. هاد العاود شمن قليم هاد العاودة؟ مسكين هاد العاودة، هذا من بني مسكين. سير اخويا سير على الله، سير الله يدير الخير. ايوا حنا مع الخويلات تبارك الله الزورق. المهم هذا الابيض كيتسمى قمري، والاخر كيتسمى زرق كحل. هانتوما كتفرجوا اخوت، هذا قمري غشا بحال الغشا. شو الزلايق، هادشي سببو الشا كيزلقو الخيل. خيرات الله وباقا كتصب تبارك الله، راه ما حبساتش. شوفوا ايوا كنحمدو ربي ونشكروه. هانتوما غتبان لكم من الدايره باقا كتصب تبارك الله. هانتوما هانتوما الخوت تبارك الله. سير اخويا، شو الجليسه شو الجليسه. دعوه مع ام الخوت، راه حيت القضيه صعيبه شويه. ام الخيل باقا جايه. الصربة تجمعت انا اخو. عرفتي شحال ديال الغيث له عليا؟ لا ناضو ناضو، يا ربي السلامة يا ربي السلامة. ايوا الحمد لله خرجت سهلة. سير اخويا الله يسهل عليك الله يسهل عليك. ودائما دائما الخوت نسالكم الدعاء باش ما يضر حتى واحد. رانا براسي والله الا غادي. شو شو الصباط كي ولا شو غادي وزليق. والله الا غادي بحال لاعب سكي. تراب. شوف شوف الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قضيه هي هذيك. ايوا ودابا الخبار في راسكم. الله يسهل الله يسخر. تبارك الله. شوف العاود تبارك الله اش داير. شوف شوف الكاروكي كي جليسي. شوف الله يسهل اخويا. المليح حبة المليح حبة. خليك عاوكك خليك عاوكك. اغات لاح اخويا. وكاين شي كاين شي رياضة ولا والو؟ بب بب. لا لا مفكوك والو مفكوك والو اخويا. هذا باينه يكون كان ديال التبوريده ياك اخويا. الله ركبنا الكار وخل. اي والله يسخر تبارك الله. ايوا الخوت هو هذا العود اللي كنتو شتو تبارك الله. الله يسخر. حراره في الاداء تبارك الله. وكيفاش اخويا بغيت نسولك الله يحفظك. الجمعة عندك يضربك العود، عندك يضربك. كيقولوا لك الناس كيفاش العود، باش كتعرف العود ديال الكارو، كيفاش كتعرف العود ديال اقدار ياك. يقدر يكون عود بحال جرانه ما نجمش يكون العود ليه كي فهمتي. صافي راه هو العود. دابا الخوت باش نوصيكم. فهمتي كاينه. وانا هو ذا تبارك الله جابد. الله يصلح الله يجيب تيس. اقدار دابا بحال حتى حنايا كيكون بنادم سباغ هذا سودور هذا بحال ما هكاك شي حرف هذه. ايوا والله يسهل عليك اخويا. نهارك مبروك نهارك مبروك. ايوا حنا غادي لقينا التليفون اللي مضر لي التليفون سطات هو عندنا. ها هو
يقول لنا النمره اللي فيه ويجي ياخذه. اشكو عمر كار النساء عندي عمر ما كاينش تلعب ديال هاد الجدع هذا. المهم هو الكارني ديال هاد الجدع هذا لحلوح سيكون هو لحلوح. اللهم يسلم زيد يا راه حمودك تعيط تكحل. انا اخويا هذا محي ودابا نبداو مع الخوي لاتش. اخويا باغي نفير 4 مليون. كطلبوا 4 مليون؟ 4 والنادي وديال البلاد. راه شافوا الجمهور شافوه في الركوب الله يعطيك الصحة. تفرجتي فيه؟ تفرجنا فيه تبارك الله الدرجة ديال بصح. وانت فين؟ المولى كيطلب فيه 4 مليون. ادريس اش عطاوك في البرقي؟ البرقي باقي البرقي وقال لك باقي على الله. عمر اخويا والله ما نكذب عليك ها هو مول التليفون فان ديال فاشكو ها هو تاخذه ولا تخليه عندك هاك اخويا امانتك هاي اي والله يسخر اخويا الله يجيب التيسير حنا غنمشيو اخويا سير الله يسهل اخويا ما كانش 4 ما نبيعو الله يسهل الله يسخر مشي وعد واحد جدع مليح تبارك الله جدع مليح خويا عبد الكبير الله يحفظك تحياتي والمليح هادشي اخويا عبد الكبير مليح اخويا كاليتي والكونتيتي بجوج والمرقد المرقد هذا سرغيني اخويا المرقد مليح اييه واش عطاوكم اخويا 4 ونص 4 مليون ونص والبيع تبارك الله والبيع موسى راه قلت لك بغينا لا ربحك ب 6 ملايين بلا ما نقولوا لا 10 لا 14 تبارك الله ربحك ب 6 ملايين استنى المرضي هي لحت من الفوق ومن التحت باقي سنه لهنا. المهم بحال تقول عدو 3 سنين تقريبا ما كاملاش 3 سنين. المهم عنده شي 32 شهر حالك والله يسخر ليك اخويا يا رب الله يسهل الوراق ما كاينينش اللي يسولني على الوراق ما كاينش الوراق انا ما بردش ايوا نتوما كتشوفوا المليح هادي يا رحبه البغالي هادي كتشوفوا عميم ايوا لا انا يشوفوا انا مشي انا اخويا يعني. قالك شد المليح السيد قالك شد لينا المليح هذه يا رحبه بغال كيف كتشوفوا دابا غادي ندوروا لرحبه الجران شوفوا كتشوفوا خويا تبارك الله خير مليح الله يحفظك المرضي الله يكبر بك الله يحفظك خير شحال عطاك خويا في هذا البرقي تبارك الله عاود مليح اخويا بخير الرياضه ريد الله يسخر الله يجيب تيسير باترون الله يسهل ايوا هما هادو الخويلات ديال الجراح الله يسهل تحية لصاحبي الله يسخر ليك الله يجيب التيسير كيداير الاجواء عندكم اخويا اجواء تشوف مع الشتا كتكون شوية خارفة ايوا الله يسخر لي يجيب لك رحبة الحمير حاشاكم وخا الكلمة ديال حاشاكم راه بقات في فمنا اما هو راه حيوان بحال كباقي الحيوانات عادي ثم كتشوفوا خاوية موالفة كتكون عامرة حتى لهنايا مع الشتا خاوية هادشي اللي كاين دابا نرجعوا لرحبة السناح كنلقاو صعوبات اخويا ولكن ماشي مشكل على وجه الجمهور هاني
مره نسمعوا تخسر الهضره في ودنينا مره هادي وفي جهدنا نضاربوا ونديروا لاني سهل يجيب الله. اليوم السوق عامر اليوم قال اخاوي ملي كاين هذا المطار راه كاين كل شيء. كاين الحباب. يعني الحباب وجينا حنا احنا سير عمر شي براد نجي. كاينين الحباب. دعم على الراجل اللي شافك. سفيان تعال تعال. دعم هذا السيد. هذا السيد راه شرا عندنا واحد العود دهم الله يسهل عليه ويقضي بما في الضمير ويدخلوا عليك بالرباح وبالصلاح. الله يسهل عليك الدم الدم لينا هذاك الدم لي هذاك اللي كان مكوك شراه مليح الله يسهل عليك. كيفاش قلتي لينا السوق عامر الشا؟ هذا هو السوق الزين هو هذا ملي كرمنا الله بالمطار وكل شيء ناشط كبير وصغير. الله يبعد علينا كورونا ما خلات لينا عراس ما خلات لينا جماعه ما خلات لينا حتى حاجه والو ما خلات لينا لا بارود لا مواسم توحشنا الركوب وتوحشنا كل شيء. أيوة. الله يبعد علينا الله يغرق البوار اساس وتصاوب معاه شويه ما درتي معاه الله يعطيها شي مصيبات كورونا خلات العيال البنات بلا جواج خلاتنا بلا بلا حتى حاجه الله يغرق لي السفينه زيده هاني جاي هاني جاي زيده اه سيرة والفهم واللوز تبارك الله عليك الله شويه وبقى عندك هذا السدري الوريقه في ديكري المعلم ما كاين عاد تيتر دور لا تجي اشو 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 اش في ديكري في ديكري في ديكري عندك وراك عندك وراك شوف طلع هيثم طلع بركه دور هنا دور دور هنا هذا هو البي ديكري ديالو كيكون بباه مو كلشي شوف زيد هادي الجمال اخويا هادي الجمال اي والله هاكا كار واللي ما عنده ورقه يبقى في الزنقه يلا شي حبيبي يقول معنا على الجدع يمشي الخال يمشي نبرد الشربه كاس ساعتين ويمشي زيد خويا ما داخليش بزاف السي دريس والناس خايفه من الشتا الشتا وكاميوات ما يدخلوش للدواور يغرقوا كيفاش كاميوات ما يدخلوش للدواور اللي غايجيو السلعه كيخافوا يغرقوا كيخافوا يغرقوا حتى الترونسبور واقيلا كاينين الناس مقطعه بهم الترونسبور راه ودي عامل اللي يرحمنا الله كل شيء غادي يتصوت برق الشمس وغادي يكون ربيع ويكون نشاط ويكون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يبعد علينا هذه الكورونا امين ما خلات لا بارود لا والو ما كاين لا بارود لا والو هذا راه عرب برب وراقي اي والله يدير الخير وا عبد الستار الوراق ايوا صافي عارف عارف هات الدري هات الدري سير اخويا باش ايوا عاود شي كابراج اخويا كابراج الله الله هذا هذا احنا بالتليفون احنا غنهضروا مع بعضنا يا سيدي تبارك الله على الساقي الله يبارك ودي اخويا هذه هي الاجواء عندنا هنا كيفاش كدوز السوق كنشوفوا الحباب والصحاب الحمد لله الحمد لله الحمد لله وتا سيدي مبروك عليك العود الله يبارك فيك خديتي الجام الجام وغادي يزيد سر ان شاء الله هذا هذا الولد عاد الطابع ديال الوالدين اللي تلاقى مع عمي ادريس وباه عليه هذيك البركه الله يسهل عليه الله يتا نوسك الله يدخل لنا من الربح وتا الله يدخل عليك العود وضحينا الصباح والله سيدي الا من جينا ارتاح لك ما كانش والله ما تا ولا واحد بارك الله واحد لا لا عاود مليح عاود مليح عاود مليح الله يسهل
اخويا لينا الساقي التليفون دابا ديالك عندي الساعه اللي غادي نوجد بونيس اي طالب شي وليد ولا بنيه من العائله كلها من عند العود القهوه تبعو شي ستنا غتجي ديال مع عندنا ان شاء الله جي مرحبا بك عندنا والله تنجي عندك والله تشحى الساقي 10 دابا غيجي يسمر لك العاود تبي ان شاء الله حدايا بخيرات حدايا حداك راه كيقرا هو تما بسم الله ارا خويا انا انا الدكه مشمشم انا لا لا حسن ماشي مشكل ارا كاش منسوس تا هو ايوا بودريس واقيلا السوق ساله دابا الله يجعل البركه الله يجعل البركه سي اشرف قضيه مزيانه ناشطين الناس ودابا ان شاء الله تبرق الشمس ويكون ربيع وغادي يكون البيع والشراء مزيان ان شاء الله وداك الشيء اللي كنا كنطلبوا الغيث هو عطاه لينا الله والله يبعد علينا كورونا الحمد لله هي اللي ما هي اللي باقا مدوخه لينا دماغنا امين ويطلق الله السراح الجميع كيف ما شفتوا الفلوق ساله نتمنى من الله سبحانه وتعالى ينال الاعجاب ديالكم وكيف ما قلت لكم باللي الفلوق ديال العوده ديال التصميره ديالها باش تشوفوا رجلها كي كانت وكي ولات وتشوفوا السميه اللي عطيناها وتشوفوا كل شيء راه نهار الاثنين مع الساعه 12 غادي يكون محطوط الفلوق الا بقينا حيين ولا بقينا في الحياه وخيرات الله شنو دايره في السطات هادشي كيفرحنا الى اللقاء الى نهار اثنين ان شاء الله غتشوفوا الفلوق ديال العوده كي ولات وكيفاش الاجواء والله يسهل على الجميع لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.